بكل محبة وبكل مودة وبكل إخلاص. اشرح أحوالك سيدنا الشيخ. يعني في الحقيقة والحمد لله يا مرزوقي، والله مش من صلاحياتك باش تكلمني توا. سيدنا الشيخ أنا كلمتك باش تجي تشق الفترة بحذايا في القصر. يعني تو نشوف. ما عندك ما تشوف، ما عندك ما تشوف، ما عندك ما تشوف. الطباخ اليوم ما عندي سفاقسي. يا مرزوقي يا ولدي راك شايتي، هاني جاي من توا. بون تو ديفين، هاني نستنى فيك في القصر. يا حمادي ايش نقول لك؟ ايش اسي حمص اسي المنصر يزيدش بلا بلاده، يزيدش بلا مقعير. اسمعني مليح، اليوم الشيخ راشد مشي شق بحذايا الفطر، نحبك تعملنا عشاء هايل هايل هايل. طيب بيه يوكي حتى هو مركب تاكو مش ديدي نجي ينغل. يزيدش بلا مقعير. اي بيه تون دبر راسي وما عشان بسرة معك. اصاحب الفهم تشتعمل هوني؟ لا لازم يسلك انت تشتعمل هون، جي القصر وما تزنيش معك. اي سيدي يشد عندك كي وليت اللي قلك طباخ الرئيس. اباي 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 يا اخي وانت تعرف الطيب. اي سيدي شد عندك، عمي محسن كان اقوى طباخ في نجل بي، كنت نمشي معه للي على مسيد الكل. اي اباي ورينا قدراتك الشخصية. تقلي يا ودي صايم ولا فطر؟ لا صايم، اما وقيلة مش يفطروني. تعليش يا صاحبي فهم؟ يا اخي مش قالوا وضعي الدار حلوق الانسان؟ اي سيدي سي المنصف حقوقي على قوة جيدو. لا حلوقي لازم مرة الناب برويت البرة قالوا لي ما تدخلش. ادي شبيك انت تي عندي معك تخسر رياسر او موش سوق ليبيا. اي بيه ما لنا قلت لك بلير ديقاش اي كوي اي من العشاء. اي بنتي وحلة المنجل في القلة طبيخ الرئيس ولا ما نشم في التطيب حتى شيء. ايه عزة في راسك تي قديش نقعد نقطعلو في السلايت انا. تيش بعدو تي قلي قلي التقلية متاع المرقة كيفاش؟ ابدي دي نعرف الفعات الكل وبالاخص الكمون ملا كيفاش مرقة صفاقسية هي؟ ابدي ومنين نجيب له تشيش انا؟ وبلك يقول لي ينفخ لي كرشي. لا متشعير راي. طيب ايه تو قال لي وحده وحده. اي شنو الراي شنو؟ افهم برحمه بوق اللي وين كنت؟ لا وين كنت نحوس في القصر. اب 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 من القصر ومن الاول. شويه. وليه يا ودي محرش عينك. اني جايك اسي منصفي. بكل محبة وبكل مودة وبكل إخلاص سيدنا الشيخ. مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك. يعيشك بارك الله فيك سيد المنصف. نورت القصر نورت القصر نورت القصر. اليوم مش تشق فطرك على ماكلة صفاقسية. اي سيدي انا جيتي يعني والله في الحقيقة والحمد لله كانت تستحقني في حاجة قولي ما تحشمش حتى كانت تحب نجي معاك الكوزينة. اي شيخ تعرف تدرس الثوم والكمونة؟ انا كنت في فرنسا كنت اسمعهم يقولوا السر والكمون مش الثوم والكمون. ايش بيك دخلت بعض هذا المنصب؟ تيك يا غنية وقيل حاك فيك رمضان دي. لحاك ان شاء الله ما يحوقش. تي مش يقولوها على السحر هذه هوه نندبهم. تي عندك عق تي بس في قسم البنة قول علي السحر. يبنتوا على السحر هادي وقيل قاعد في ريعة البخور. يعطيني شيء اوكت لينا في الهدرة والتقليد حرقت بيك هاي سيدي حدو ما غير عشاي. هاي سيدي برا قولنا السلام عليكم. فما عشاء هنندبهم العشاء التحرق التحرق التحرق. اي سي المنصف تشري من عندي كاسكروتات تو نعمل لك فيه من ريميز. وانت ديفين شنو مش بيعني بفلوس؟ طيب الفلوس سيدي ما لهاش هذيك خدمتي انا. يا مجنوق يا ولدي اجي من عندي مزارج شجع الشباب. والله كلامك عسل وتو نعمل لك ريميز كيما عملت السراج الغنوشي في الانتخابات ونعطيك بوكو شوكوتوم بونيس.